فورية اتجاه الطريق البراء تقوم بالهجوم في الآن أسفل برج الفاروق، ونحن بانتظارهم بالوقوع والوقوع في الكمين بشكل كامل حتى يتم التعامل معهم بكل أريحية. الآن سيتم إن شاء الله تعالى تفجير عبوة شعار بجنود الرؤية. الله أكبر ولله الحمد. الآن صدمية بإذن الله تعالى. ولجة الإسلام لسه في كمان ولسه الحبل على الجرار إن شاء الله هاي بتخب ورا الدبابة. الآن سيتم إن شاء الله استهداف المركبة التي تحصن بها الجنود قبل قليل. الله أكبر. الله أكبر.